بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اللي كتعلقنا طبعا بفرض الثاني من الدورة الثانية، القسم الخامس ابتدائي. إذا اللغة العربية طبعا بجميع مكوناتها، بدءا بطبعا الشكل وطبعا أسئلة الفهم، صرف وتحويل، تراكيب، إملاء، وطبعا خصوصا الإنشاء أو التعبير الكتابي. نبدأ نقرأ النص أولا. تظهر الأرض لرواد الفضاء ككرة ضخمة زرقاء لامعة، واللون الأزرق هو لون البحار والمحيطات التي تغطي 17 الكرة الأرضية، لذلك تسمى أحيانا بالكوكب الأزرق. والأرض كوكب صخري، سطحها مغطى بطبقة صخرية تسمى القشرة الأرضية. وللأرض دورتين، دورة حول نفسها ومدتها 24 ساعة، ودورة حول الشمس طبعا تدوم 365 يوما وربع يوم اليوم. وتدور الأرض طبعا الأرض بدون توقف، إذ ينتج عن دورانها حول نفسها ماذا؟ تعاقب الليل والنهار، فيعم النهار في نصف الكرة الأرضية المقابل للشمس، بينما يعم الظلام في النصف الآخر الغير المواجه للشمس. أما دورانها حول الشمس فينتج عنه ماذا؟ تعاقب الفصول. كما أن الأرض محاطة بطبقة جوية تحميها، وتعمل هذه الطبقة كمصفاة عملاقة تسمح بدخول أشعة الشمس إلى الأرض، بينما تبقى معظم الأشعة فوق بنفسجية خارجه. لما تسببه نعم لما تسببه من ضرر، وهذه الطبقة هي التي تعطي السماء اللون الأزرق الفاتح أثناء النهار، وهو اللون الذي ينعكس على المحيطات المائية. نعم، قبل ما طبعا نمشيو للشكل، أول حاجة تنفهم النص مزيان عاد نمشيو للشكل. نعم، هنا عندنا قالوا لنا هنا ضع عنوان مناسب للنص. إذا بعد ما تقرأ النص أكثر من 3 مرات، مثلا العنوان هنا الكوكب الأزرق، الكوكب الأزرق. نعم، هنا أضع سطرا تحت المعنى المناسب. نعم، هنا عندنا لامعة، والساطعة أم مظلمة أم صافية؟ طبعا لامعة هي ساطعة. نعم، ضع سطرا، عفوا أضع سطرا. تعاقب، واش تناوب أم توقف أم غيرها؟ نعم، تعاقب فهو تناوب، تتابع، توالي. نعم، هنا قالوا لنا خالد الكلمة المعروف يعم، ما نوعها؟ واش اسم ولا فعل أم حرف؟ يعم، إذا هذا فهو طبعا فعل، يعم لا يقبل التنوين، وطبعا يدل على مدافع يعم. إذا مرادفها يعم يعني ينتشر، ينتشر صحيح، هذا ينتشر. وضدها طبعا ينمحي، يختفي، يعم الظلام أو يختفي وينمحي. في جملة نقول يعم السلام في بلدي، يعم السلام في بلدي أو في البلاد. نعم، يعم السلام في البلاد، أو بمناسبة نجاح تعم الفرحة في منزلنا، طبعا بمناسبة النجاح. نعم، جملة فيها ثانية يعم، يعم الظلام ليلا، ويعم النهار طبعا ضوء النهار طبعا نهارا. نمشيو دابا الان لهنا. لماذا تسمى الكره الارضيه بالكوكب الازرق؟ لماذا تسمى الكره الارضيه بالكوكب الازرق؟ نعم، سنرى من النص. لاحظوا جيدا اللون الازرق، بالنسبه لكم نعم، اللون الازرق هو لون البحار والمحيطات التي تغطي 17 كره ارضيه، لهذا سميت الكرة الأرضية بالكوكب الأزرق. علاش؟ لأن اللون الأزرق هو لون البحار، والبحار عندنا 17 70% من الكرة الأرضية. إذا الجواب هنا ببساطة، أعتذر على هذا الجواب، إذا لأن لون هو لون البحار أزرق، لون البحار والمحيطات أزرق، وهو والبحار طبعا ماشي هو، والبحار والمحيطات نعم تغطي
سبعة أعشار للكرة الأرضية، سبعة أعشار من الكرة الأرضية، لأن لون المحيطات والبحار أزرق. وشحال عندنا ديال المحيطات حاف الكرة؟ عندنا سبعة أعشار، 70%. كم، نعم هنا، كم مدة دوران الأرض حول نفسها؟ حسب النص إذا نقول 24 ساعة فالجواب صحيح، وحتى اللي قالنا يوم واحد فهو صحيح. ما الذي ينتج عن دوران الأرض حول نفسها حسب النص؟ نعم إذا عدنا إلى النص فطبعا إذا ينتج عن دوران حول نفسها، لاحظوا هنا، إذا ينتج عن دوران حول نفسها ماذا؟ تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل أو النهار. نعم الجواب إذا هو تعاقب الليل والنهار، نعم تعاقب الليل والنهار. كم دوران الأرض حول الشمس؟ كم دوران الأرض حول الشمس حسب النص؟ إذا عدنا إلى النص فنعم دورانها طبعا حول تدوم 365 يوما وربع يوم، أي 365 يوم وربع يوم. نعم نسجل 365 يوم وربع يوم، وربع يوم. نعم إذا ما الذي ينتج عن دوران الأرض حول الشمس؟ إذا رجعتوا للنص هتلقوا تعاقب الفصول، تعاقب ماذا؟ الفصول، فصول. والطبقة التي تحمي الكرة الأرضية فالنص قالوا طبقة جوية، وهي طبقة الأوزون. نعم طبقة الأوزون، هذا بالنسبة للفهم. ننتقل دابا إلى طبعا القواعد. فعندنا أعتذر على هذا، عندنا في القواعد نعم تراكيب الدوائر اللي قرينا، ها هما. عندنا هنا الفعل راكبة، نوعه واسم فاعل ديالو اسم مفعول ديالو. نعم فهذا طبعا راكبة في ثلاث أحرف، ثلاثي، نعم ثلاثي، واسم فاعل للفعل ثلاثي على وزن فاعل، راكبة راكب، سمع سامع، علم عالم، أي فعل ثلاثي نصوغه هكذا. واسم مفعول من الثلاثي يكون على وزن مفعول، راكب مركوب، نعم سمع مسموع، نعم شرح مشروع، أكرم، هذا أكرم فهو غير ثلاثي، إذا هو غير ثلاثي، خو رباعي نقولوا عليه غير ثلاثي، إن القاعدة كتطبق على غير رباعي أو الخماسي أو بحال بحال. اسم فاعل إذا كان غير ثلاثي نحول إلى المضارع، أكرم يكرم مع إبدال الميم مضمومة، يكرم نقولوا مكرمون، مكرم مع الشكلة. واسم مفعول مكرمون، مكرمون فتح ما قبل آخر، مكرمون. واسم فاعل مكرمون. نشر، نشر ثلاثي، نعم هنا ثلاثي. واسم فاعل على وزن فاعل، ناشر. واسم مفعول منشور، لاش لأنه ثلاثي منشور. هنا أكمل، استعمل غير ثلاثي، أعتذر غير ثلاثي، استعمل غير ثلاثي. إذا لو بغينا نصوغ اسم فاعل نحول المضارع، استعمل يستعمل، نحيد الياء من مضمون، مستعمل، مستعمل، مستعمل. وهنا مستعمل فتح ما قبل آخره، مستعمل، مستعمل. نعم إذا القاعدة واضحة، إذا كان ثلاثي اسم فاعل على وزن فاعل، واسم مفعول على وزن مفعول، وغير ثلاثي كنحولوا المضارع مع إبدال الياء ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره، أكرم مكرم، أكرم اسم مفعول مكرم. نعم نمر إلى هذا السؤال، أكمل جملة التالية باسم مفعول مناسب، هذا الهاتف اسم مفعوله، هذا الهاتف محمول، وهذا الهاتف مستعمل، استعملناه، مستعمل، أوكازيون، مستعمل. الطريق معبدة، نعم الطريق معبدة، أو الطريق مغلقة بسبب الأمطار مثلا، مغلقة. ترك الباب مفتوحا، ترك الباب مفتوحا، لا نقول نعم ترك الباب مغلقا، راه طبعا يتم الإغلاق ديالو. أبني الجمل التالية للمجهول، أسعف الطبيب المريض من المجهول، أسعف، أسعف، أسعف المريض، أسعف المريض. شرح الأستاذ الدرس، نعم شرح، فاسم مفعول كيولي نائب فاعل، مفعول به كيولي اسم نائب فاعل. شرح الدرس، نعم ركزوا على الدرس.
هنا أصل بخط. فتح الباب سمع لا أنا ما واضحش. فتح الباب سمع الولد صوتا، إذا مبني المجهول مبني المعلوم. سمع الولد صوتا مبني المعلوم. فتح الباب فهذا مبني المجهول، فتح الباب فهو مبني للمجهول. نمر إلى السؤال الموالي. نعم هنا قالوا لنا تراكيب، قالوا لنا سيدي أكمل ملء الجدول حسب المطلوب. التوكيد نوعه لا تهمل الواجبات، إذا اللا الثانية فهي ديال التوكيد. نوعه هذا لفظي يعني بتكرار الكلام لفظي. حضر التلميذ نفسه، حضر التلميذ نفسه، فهذا نفسه أو نفسه توكيد، هذا معنوي. نعم توكيد معنوي. جاء الناس عامتهم، نعم عامة ممكن تكتبوا عامتهم، هي عامة هي التوكيد. نوعه طبعا هذا معنوي. نعم السؤال الثاني، أكمل الجدول جمل حسب المطلوب. زرت الطبيبة، توكيد معنوي. زرت الطبيب نفسه، ركزوا غتكون التوكيد كتب المؤكد. توكيد لفظي، احذري طريقة. نعت حقيقي هنا، يدافع الجندي المخلص عن وطنه. نعت يدافع الجندي المخلص عن وطنه، والمسلم عن وطنه، والمهم المخلص، فيكون عندنا نعت. هنا قالوا لنا اربطوا ما سطر عليه بما يناسبه، يعني الحال كتب لكم الحال، ثم نائب الفاعل، نعت حقيقي، نعم قد الصوره، نعت حقيقي، توكيد. حضر التلاميذ كلهم، تلاميذ هذا هو توكيد. سجل الهدف، الهدف هذا نائب الفاعل. دخل الاستاذ النشيط، هذا كيوصفونا الاستاذ النشيط، فهذا طبعا نعت. دخل الأستاذ نشيطا، كيف دخل الأستاذ نشيطا، هذا الحال. نعم الإعراب، نشر خبر مفرح مفرح، نشر فعل ماض مبني للمجهول. نعم نشر ماذا، خبر نائب فاعل مرفوع، نائب الفاعل طبعا مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، غنديرو أهلي مرك. مفرح هذا نعت حقيقي طبعا تابع منه، مفرح هذا توكيد لفظي، توكيد لفظي، نعم توكيد لفظي. هنا قالوا لنا أكملوا بكتابة الرسم الصحيح لهذه الكلمات. هذا تكتب هكذا، هذا هؤلاء تكتب هكذا، نعم إله، نعم إله هكا، ثم طاووس، طاووس، ثم عندنا ذلك، ذلك. هنا قالوا لنا انخرط العد، نحيدو نديرو انوي نديرو التنوين، من تكون عندنا التنوين خصنا نحيدو الالف واللام غير معربة. انخرط عداء، عداء في ناد، ناد بلايا لانها نكرة وهذا اسم منقوص. التقى فتى، فتى راع، ما التقى راع. نعم الإملاء سيملي لكم أستاذ